معايا كوبايه ونص من الدقيق، دقيق اي حاجه او دقيق مكتوب عليه كيك مفيش مشكله. تمام، كوبايه ونص. هنحتاج عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر، هنحتاج عليها 3 بيضات، تمام، ومعلقه من الفانيليا او كيس فانيليا. هنحتاج كمان رشه ملح طبعا على الدقيق. محتاجه كوبايه الا ربع من عصير الاناناس، عصير الاناناس او احنا كده كده هنجيب كومبود اناناس، تمام، او لو انت بقى هتستخدمي الاناناس الفريش مفيش مشكله، لو هتستخدمي شرايح اناناس فريش يبقى محتاجه عصير اناناس معاكي الاثنين، لكن لو هتجيبي الكومبود بيبقى فيه الاناناس هناخد بدل عصير اناناس هناخد ميه الكومبود بدلها، فهمتوا قصدي؟ هنحتاج منها كوبايه الا ربع، ومعايا كمان كوبايه الا ربع من السكر البودره، كوبايه الا ربع من السكر البودره المنخول، تمام، ومعايا نص كوبايه زيت، وطبعا هنحط كمان معلقه صغيره من الخل وشرايح من الاناناس الكمبود اللي موجوده دلوقتي وبس، ولا اي حاجه تانية. يطلع معاكي كيك حلو جدا ان شاء الله. نخش بقى الوصفه على طول. نطلع بوله ونجيب المضرب نحطه جنبنا، معلش بقى عشان الازعاج، استنوا لحظه اسلك السلك اهو كده، بس كده. اول حاجه هحطها البيض، 3 بيضات، وهنحط الفانيليا، دي الفانيليا ودي الفانيليا، هنضرب البيض لوحده مع الفانيليا. وهحط الزيت كده ونكمل ضرب. معايا السكر البودره المنخول هنحطه برضو هنضرب، بس انا بقلبه كده علشان السكر ما يطرش في وشي، فاهمين قصدي؟ نضرب بقى. وهنحط عصير الاناناس او ميه كومبود الاناناس ونديها برضو كده ضربتين. بس كده، ونقول المضرب شكرا، ريح انت يا مضرب، شكرين قوي. عايز اجيب بقى سباتيلا كده كبيره حلوه، والدقيق نحط عليه رشه ملح كده، ونحط عليه المعلقه من البيكنج باودر، وكمان الخل كده، الخل والبيكنج باودر. بصوا حصل هتلنا كده يا سموره، اول ما حطيت الخل مع البيكنج باودر حصل فوران، باين في مش باين، والفوران قرب يروح يا استاذه سمر. ايوه بصوا حصل بابلز ازاي، هو ده اللي انا عايزاه يا جماعه كده، البيك خل ورشه ملح مع الدقيق، ونبتدي بقى نحط الدقيق مع خليط الكيك ونقلب بحركة دائرية اتجاه واحد كل الكمية عشان تبقى معانا خليط الكيك جاهز كده بالشكل ده كده اهو. بس والله ممكن نستعين بالمضرب برضو كده يدينا ضربة، والله معلش لا مؤاخذة يا مضرب. شكرا شكرا. خليط الكيك كده جاهز وهايل. هجيب صينيه كيك بقى حلوه هنا اهو، ضروري جدا ندهنها زيت ونحط لها ورق زبده، دي حاجه مهمه. فهندهن الصينيه كده زيت، ومعايا هنا ورق زبده. لحقتها، انا في لحق الحاجات ما عنديش يوم مرحمين كده. عايزه اعمل ورق الزبده على قد الصينيه اهو، نقول كده كده يبقى كده
بس هنحط ورق زبده، مهمه جدا عشان احنا هنقلب الصينيه او حتى لو هي بتتفتح زي اللي معايا دي برضو لازم نحط ورق زبده، وندهن كده دهنه زيت خفيفه. ومعايا بقى ايه؟ شرايح الاناناس الحلوه دي نحطها في الصينيه كده من تحت، بصوا كده قبل ما نحط عليها الكيك كده اهو. او ممكن كمان في صينيه الانجليش كيك اللي هي الطويله دي براحتكم، وناخد بقى خليط الكيك نصبه كده عليها من فوق بهذا الشكل الظريف. بس هتطلع معاكوا تحفه. طبعا اختاروا مقاس صينيه يا جماعه يكون صغير مش كبير على المقدار اللي احنا عاملينه ده، علشان الكيكه تطلع معاكي عاليه ومنفوخه كده وحلوه. تمام. طبعا على الوضع الحلو ده تدخل فرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص من 35 ل 40 دقيقه، ممكن تقعد 42 دقيقه، انت ما تكشفيش عليها الفرن قبل 35 دقيقه ابدا، وتفتحي الفرن بالراحه كده وتختبري ان الكيك استوى، يبقى خلاص تمام. بتطلع معاكوا تحفه وخطيره زي اللي احنا عاملينها معاكوا دي. بصوا تجنن يا جماعه وملهاش حل.